في الاول اخويا حطينا مشينا توجهنا درنا استشارات قانونيه باش نعرفوا المساطر اللي غنتابعوا. قال لك اخويا المسطره الاولى درنا الشفا، درنا الشفا حطينا المبلغ، درنا محضر الاضاءه، حطينا فلوس في الصندوق، على اساس حطينا الوثائق ديال الارض اللي كتثبت بان حنا كنحوزوا ديك الارض، عده الوراثه ونسخه الاراثه ديال الاخر وموجب ثبوت الشركه ومحضر ايداع اللي كيتحطوا في الشفعه، الوراقات اللي كيداروا في الشفعه حطيناهم كاملين باستشاره قانونيه باش الاوراق الثبوتيه ديال الارض عندكم؟ عندنا ورق، عندنا نسخه الاراثه ديالها والملك على جد جي كتوارث، ارض موروثه جد ابا عن جد جي كتوارث. وحطينا دقينا الباب ديال المحاكم الاول، هذاك الدوسي اللي حطينا الاول الملف الاول بتلاقى الجواب ديالو كاين عدم قبول الدعوه، ما عرفناش علاش كاين هذا العدم، بعدا ما عرفناش علاش. ولينا درنا ثاني سولنا ودرنا استشاره قانونيه عطاونا استشاره باش نديرو بطلان العقد، درنا بطلان العقد حتى هو نفس عقد البيع اللي باع لهم به، حيت هو ناقص ما عندوش ورق، ما عندوش وثائق باش شاري. نورمالمون كنعرفوا ان الارض ديال الورثه خص يكون ورثه كامله، خص يكون ورثه كاملين وكامل الوثائق خصهم يكونوا حاضرين غير الوراثه من سته والمراه كبيره في عمرها 102، ما يمكنش بعدا اصلا خصها تعطينا بعدا ديك ديك السيده خصها تكون بعدا الناس الولاد كامل حاضر، العمام خصهم يكونوا حاضرين كلش اللي باعوا مع عمي وعمتي وجداتي، وجداتي قلت لك مراه كبيره عندها مرض مزمن، راك عارف مراه كبيره ما دوزتش من وراها بزاف وتوفات، ما عندهاش اهليه ضروري راك عارف مراه كبيره والسن و كنتعاقل عليكم في اياماتها الاخيره ولا والو؟ لا والو عارف دري تقدر تعيط له سميه اخرى ولا يتشابه لشي واحد مع واحد ولا دري تردو مراه ولا داوها سناوها وراك عارف داوها سناوها. طالبوا حنا ببطلان العقد، بطلان العقد راه دابا تحكم علينا، درنا بطلان العقد تحكم علينا بعدم قبول الدعوه عاوتاني دوسي هاد الوثائق كاملين اخويا منير مدليين بكلش، طالبنا بجميع دقينا البيبان كاملين تم الشكايات، راه درنا الشكايات، راه درنا الشكايه للنقد والابرام، درنا الشكايه للوزير العدل. كنطالبوا خويا دابا عندنا مازال عندنا دعوه، دابا مسطره مازال عندنا مسطره في المحكمه ديال استشفاء الارض، محطوط لها محضر الايداع ديالها، محطوط ثبوت الاراثه، محطوط لها موجب الشركه، محطوط جميع الوثائق محطوطه، وكندقوا الباب خويا منير على الله. الارض انا مقابلها من غرستها ومقابلها فوق 35 عام ولا 30 عام، وانا مقابلها من اللي ما تبوا وانا مقابلها. سميتي التامي، التامي قدارات. اييه فين دوار كتسكن؟ في العتاتوه. العتاتوه فين بلاصتك؟ قيادة المرابيح. المرابيح؟ سيدي قاسم. سيدي قاسم الجرف قيادة المرابيح. كيفاش وقع لك ما بينكم وما بين خوتي؟ ما بين خوتي تحقروا عليه مثلا الوالدة مريضة. وتو شدوها وداوها كتبوا عليها الزور نيشان ما هي مريضه. ايوا هي واحد الدري خويا الكبير وواحد الدري اختي هما اللي ناصبين عليها وهما اللي داو لها كل شيء، زيدوها مرفوده مثلا عندها 104 ولا شحال عندها. وداوها سينات بلا اخبرنا كامل حنا الاخرين اللي باقي، حنا سته الخوت. شحال باعوا ديال البلاد؟ باعوا جوج قطارات وسبعه الخدامه. جوج قطارات وسبعه الخدامه؟ شحال باعوها؟ باعوها ب 10 مليون. لمن؟ قالوا لحد الناس اخرين، حل خمسه الخوت اخرين من دوار اخر من دوار الماضيه. وقلعوها لي الصحه، يقول لكم ندوزو فيك بتراكتور ولا نقتلوك كي بغيتي. امك اش كتقول في هذا الشيء؟ مسكينه مريضه فيها مرض مزمن ما عرفتش الحاله دي 20 عام ولا 15 عام وهي مريضه بهالمرض هذا. هي شكون اللي قتلها؟ قتلوها هما اللي قتلوها. ما قالت لي ولدي انا مشيت طليت عليها وقالت لي ولدي راه ما كاينش اللي قتلني قد هذه البلاد. راه هاد الكليه التراب هي اللي قتلتني، بقى فيها الحال مسكينه، ملي جات تموت بقات كدير ليها زيد عنقني زيد عنقني، وبقات مسكينه كتبكي، قالت لي ولدي راه ما كاينش لا يقتلني قد هاد البلاد. قلت لها امي دابا اللي عطى الله عطاه ما عندي ما ندير لك، وهو كيمشي يشهد بلا 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 غير قانون، كيمشي للمحكمه ضدي كيشهد عليا دراع. المهم البلاد ديال السبب اللي بينك وبين هاد الخوت ما بيني وبين والو على الكره. علاش؟ شافوني شريت منهم البلاد وغرست بالزيتون، المهم بحال يطحنوا هاد الناس هاد خوتي، ما بغاوليش الربح ملي شريت من هاد البلاد. كيقول لك كون سحب لي عاد تغرسيها وتدريها هكا وتقاب ليها وهاد الشيء، قال لك وبعتها الناس. سبقوا لينا حنا ذاك القاضي العون. العون القضاء تما راه مسجل والدعوه راه باقيه من اليوم الان، من وقت الزيتون هي باقا ما كاين والو، ما شكون ذاك الدوسي راه تما مدمور ما كاين حتى حاجه. درتي شكايات؟ ودرت شكايه مشيت حتى درت القنايط، راه درت للرباط ما خليت فيه درت.
درت دابا ذاك راه درت دابا شي ثلاثه شيكات وليت عاودت الوزير العدل عاودت له شكايه نطلب هذا العقد اللي كيدير لي هنا عدم البوط عدم كيدير لي عدم علاش كيدير لي هذا العدم هذا العقد راه باطل هذا العقد كنطالب بعقد البطل ديال العقد درناه بعقد البطل وما بغاش يتبطل كيدير لي عدم ما بغاش كيدير لي عدم خدرت البوط خدرت درت درت الطلب والشكايه ما بغاش كيدير لي عدم اي دعوه عندي عاده كنطلب بطلان العقد هذاك العقد اللي درناه اللي تبطل علاش تبطل خصنا يقول لنا السبب علاش تبطل درنا القضيه حطينا الفلوس ديال الشبعه ما بغى يدوزنا الشبعه ما بغى يبطل العقد حطيناها دخلتي على البلاد دخلت على باش دخلنا عليه شفنا على حساب خو داروا هما انا قلت جنافو حساب موي خو تبع لي حقي بغيت نخلصو ردها فلوس انا ما بغيتش نادي موي ما بغيتش حاجه احسن من ما بغيتش موين ادي اخويا درت هذاك الشيء سامعتها سامحت موين بغيت نسامحتها انا سامحتها انا هاد البلاد ولا السخط انا موي كنت انا ولا سيد انا ولا سيد فيهم كامل ودخلوا بيني وبينها وادوني علاش ادوني علاش انا موي عزيزه عليا انا